هذه وجبة الطلاب؟ نعم. ما هي الوجبة هذه؟ العدس والرز. الرز. ما شاء الله، والله نحن في نعم. يعني هؤلاء الطلاب الآن يأكلوا الأرز. نعم، بعد صلاة الظهر. نعم، بعد صلاة الظهر. نعم. هذا المدرسة في كينيا. وهذا هنا يوزع الطعام هنا، هذا المطعم. ما شاء الله. وأين يأكل الطعام هنا؟ نعم يأكل هنا. يعني لا يوجد مكان مخصص للطعام. سنخصص لهم مكان خاص إن شاء الله. إن شاء الله. لأن المدرسة جديدة. وهل يوجد وجبة إفطار؟ الإفطار نعم يوجد. إفطار في الصباح يوجد وجبة؟ نعم يوجد. ما شاء الله، هذه العاصمة نيروبي. إلى الأساتذة والطلاب. نعم للأساتذة والطلاب معنا. وما هو الإفطار؟ الإفطار شاي وخبز. شاي وخبز. نعم. الحمد لله على النعم.